ما فيش طوارئ ممكن تكون طوارئ اقسم بالله وحياه ولادي من غير ما تحسن لا اصل احمد شوقي صاحبي الناطق هو اول واحد اتكلم على موضوع البرنس فالضرب بيني وبين اخواتي قلت له قسما بالله وحياه ولادي انا لا فاكر البرنس ولا شفته زمان بصراحه وانا طفل ان اخر مره البرنس ده اساسا فيلم مش مشهور وما بيتذاعش بس انا شفته زمان جدا فاكر مشهد كده لغايه دلوقتي ان حسين فهمي قاعد في حته في بيت في حته كده واحمد زكي راحته حاجه زي كده لكن انا ولا فاكر البريتس ولا فاكر ان هو كان بينتهي من حد ولا اتذكره لكن لو اجي اتكلم على تيفي في انتهاء زي ما بقول لحضرتك كنت دي مونتي كريستو بقى والحاجات دي كلها وده كل دي فيها انتقام دائره الانتقام وراح لا ممكن على فكره حضرتك تيجي تشوفي تلاقي دائره الانتقام ده ولا المراه الحديديه ولا الحاجات دي وموتوا 9 ولا 7 ولا 8 ما اعرفش هي الصدفه جت يمكن تغلط خواطر لكن انا لو شفت البرنس اكيد لو انا راجل هاخد البرنس اعمله وانا مثلا راجل بسرقه او بلطشه او اي مكان يعني اكيد مش هعمله 9 يعني غبي قوي الصراحه بقى حرامي غبي يعني فاهمه فاكيد ده مش وارد بالمره بس انا اتعودت ان انا كل ما فيلم اعمله يا اما يطلع لي فيلم كوري يا اما يطلع لي فيلم امريكاني يا اما يطلع لي فيلم مصري